عاملين ايه يا عم؟ بقول لك ايه يا ده؟ عجبنا الليله دي على خير عشان مش ناقصه. خلي بالك انا بمكالمه تليفون هلم عليك المنطقه. خلي بالك هنا دمار. خلي بالك يا معلم انا عليا 60 سنه سجن و30 اعدام و60 معبر، فمش فارقه من 700 سنه سجن ومليون اعدام و700 معبر. بقول لك ايه انا مش عايز اسمع صوت لحد ما اكلم ممكن اطلب منه الفاديه. تعالى بقى بنت لو طلعت منه بنت. اسكت يا اسكت يا بقول لك ايه انا خلصت في الموضوع مع ابويا. تعمل ايه يا؟ اطلب لك الفديه اللي انت عايزها. فديه ايه دي يا ولد؟ 35 جنيه. 35 جنيه ما كان ايه؟ انتوا هتجننوني؟ الكوفيه دي واحده عامله 50 جنيه. امال انت عايز كام؟ اسكت بقى ما تعامل وانا. احنا كده مش عارفك مثلا؟ اسكت يا اسكت يا جاهزون يا اطفال؟ الو 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 لا حول الله يا رب. الو 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 ابنك مخطوف عندنا. الو ايوه ماشي كمل. ايه الجديد يعني؟ كمل. عايزين في فديه 3 مليون جنيه. ايه انت ظريف قوي. 3 مليون جنيه. في ايه يا عم؟ عادي يا عم، ما تقول 3 مليون جنيه. انت بتتكلم كده ليه يعني؟ هو انت يعني لازم يعني تقول 3 مليون جنيه؟ ما تقول 3 مليون جنيه عادي. خلي بالك 3 مليون جنيه مش عايزهم 50 جنيه. 3 مليون ايه يا بابا؟ 3 مليون ايه؟ انت جنيه عارف لو قربت من الولا هاجي اطلع. لا 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 ابنك في الحفظ والسور. احنا مأكلين ومشطفين ومحملين ومغيرين. ده احنا خلاص كداب كداب. ده احنا خلاص هندفع على فلوس الجيم. اوعي عليك. لا يا لا ايه ايه بس كده. الله ينور عليك. انا هجيب لك العائلين التانيين اللي عندي وتقوم بيهم بالواجب. عائلين ايه اللي تجيبهم؟ انتوا احنا مجانين ولا ايه؟ واحد يقول لي 35 جنيه وتاني يقول لك اجيب لك عائلين. انتوا في احنا مجانين عليا يا ابنك دلوقتي؟ ادي ودانك يابا. وانا كمان اهو. لا حول ولا قوه الا بالله. مات كفر. كان زمان جبت العيال التانيين معاه.